Let's do it. Bismillah. Here goes nothing. So much work. What kind of shit is that? Today, I'm gonna teach you a lesson about life. اسمع مني كلمة يمكن منها تستفيد. السلام عليكم، معكم داير مقطع جديد. خلونا نشوف من قصة المقطع 200,000 لايك. شباب توني صاحي، قررت اليوم اسوي شيء شوي مختلف، بقول لكم عنه بعد شوي، بس الحين انا بروح اتجهز علشان اطلع وبس. وكذا تقولون اتجهزت عشان اطلع. مقطع اليوم راح يكون شوي مختلف، بشرح لكم. صاير في ترند في اليوتيوب الناس تاخذ الجزم اللي ما يلبسونها ويلونونها بشكل شوي مختلف، اسمها هايدرو دريبينج. المهم الهايدرو دريبينج شكله زي كذا. فاليوم بروح اجيب الوان، بجيب الاشياء اللي احتاجها علشان اسوي الهايدرو دريبينج وبس. فمشينا يلا. واتس اب احمد، يو ريدي؟ ليتس جيت ات، ليتس جيت ات. جانج جانج شيء. شباب لا تنسون الجيفاوي لسه شغال، اللي ما يعرف سالفة الجيفاوي يشوف مقطع امس علشان يفهم الموضوع كله. فيب يلا ليتس جو احمد. ليتس جو. توني استوعب ان بنايتي فيها جيم ومرة حلو. قررنا نروح كار 5 لان تعرفون السوبر ماركت كار 5 ما اعطوني فلوس، فشي كذا ما راح اقول اسم السوبر ماركت. المهم اللي احتاجه هو جلوفز، باكيت، سطل، ما ادري ايش تسمونه انتم، الزبده شيء اقدر اعمل لي مويه، والوان. الوان عندي بالبيت، مو بالوان، سبراي بين، بخاف لا اللي يكتبون فيه الجدار انا بدونك ما مرتاح. انا بدونك ما مرتاح، كسر عندي بالجناح بالجناح. شباب عجزت الاقي تيب وجلوفز، بس لقيت بطاطس. بس لقيت لك اكل. It's for you. Dinner. كلب. اوف. How do you know that? This what? Timoni. This for Timoni. Timoni is not here. الله يرحمه. Oh, it's here. Okay, cool. Do you think it'll work? I don't think so. It needs to be deep. Sorry, excuse me. We don't need gloves, صراحة. We need the gloves. What do you mean? You're gonna dip your hands in the color? Yes, sir. شباب الجو في دبي دي الايام صاير مره حلو، الزبده لا حد يجي. عزوز كاتش. عزوز كاتش. اوكي شباب وصلنا البيت، والحين حان الوقت اننا نلون الشوز. كل اللي تحتاجونه اول شيء شوز من الشوزات. بستخدم هذا لاني بطلت البسه، وهذا نفس ذا بس انه ما ادري، هذا بطلت البسه. اول شيء لازم تسوونه تشيلون الخيوط. ف يلا. الحمد لله شلنا الخيوط، حط الخيوط على جنب. زي ما انتم شايفين هذا الشوزين بدون خيوط بدون شيء. اول شيء لازم تسوونه تحطون تيب على الاشياء اللي ما تبغون تلونونها، كمثال انا ما ابغى الون النايكي لوجو. اول شيء لازم تسوونه تحطون تيب عليهم. بروح احط عليهم تيب وارجع لكم. 5 minutes later. اوكي شباب كذا يكون خلصنا، حطينا التيب. المفروض احط تيب على الباتمز لكن انا قررت اني ما احط تيب لان بلونها. ما ضبطتها مرة، بس يعني الوقت الموضوع ياخذ وقت مرة كثير وانا ما عندي وقت. ناخذ السطل، الباكت، الطاسة، تسمونه نفس ما تسمونه ما ادري. المهم نعبيها موية، وبعدين نجيب الالوان ونحط الالوان على الموية، بعدين ندخل. فهمت الموضوع، خلاص ما يحتاج اشرح. اوكي ليتس دو ات.
double power. صوت قيام الفن الشارع. Let's do this. اوكي جبنا الشوز جبنا السطر حطينا مويه. Let's grab the gloves. Where's the gloves? This is fast. اوكي. زين كده. Help yourself. Cheers, Mike. اوكي اول شيء ناخذ اللون الاساسي. بسم الله شباب بخلي احمد يسوي بير وانا بسوي بير, يعني كل واحد بيكون عنده شوز معين يسوي. يلا بسم الله ليتس دو ات. مور نوت ذا اذر كلر ات سمولز. اوف شباب رخيص خايسه ريحة خايسة. ريحة خايسة مو ريحة. ريحة خايسة. ريحة خايسة. Yeah. Dude, why is this so hard to get it? يلا fast bro. Dude, this is not. Oh. Okay. Ooh. Dude, it's gonna look sick. No, I just want a pair of. I just want to do them this color. More pink. Yeah? Yeah, that's sick. Can I pick a spot? Okay. Let's do it. Here goes nothing. So much work. Did you erase money? Wow. جداً جداً حلو. اوكي شباب خلصنا اول بير خليه ينشف شوي. Man, you know, I almost sprayed it like this. Dude, watch out. Okay. Okay. Exactly, dummy, look what you did. Yalla, do it. Go. So, should we wait for a bit? Because it looks better after some time. No, well, do it now. The liquid now. Gets more do it now. Okay. Dip it all in slowly. And then do this a little bit. Like. Yep, yep, yep. Go all the way in. Go, go, go in. Yeah, now pick it up. Turn it, turn it, turn it, turn it. Oh, mine's way better than yours. Oh no, it looks like it just got shit on. Okay, do this. Just get rid of the water. It actually looks kind of good. Looks amazing, guys, man. okay. نستنى شوي على بال ما ينشف. إذا عندكم استشوار يكون كويس كذا يساعد عملية النشف. وبس والله نستناه على بال ما يخلص. شباب قررنا غير ان نلون الشوز نلون اشياء ثانيه, فبروح ادور اشياء اقدر الونها واجيكم. اوكي شباب كذا يكون خلصنا. زي ما انتم شايفين الشوز طالع ملخيو الكاب. اهلين الجوال. الو if it's not 7 million dollars I don't want it. جدا بسيط, ما اخذ وقت نص ساعه تقريبا. لو اني معطيه وقت زياده كان خليت الشوز احلى. اذا تبون تشوفون مقاطع زي كذا وافكار جديده زي كذا حطوا لايك واكتبوا لي تحت في الكومنتات.
وبس شباب، مقطع جديد كل يوم الساعة 6 المغرب توقيت السعودية. إذا أنتم مشتركين بالقناة اشتركوا، وإذا أنت مشترك لا تنسى تفعل زر التنبيهات، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كما كنت عبد العزيز، سلام.